تخطيطه، انما الزمه في الشوط الاول، وادي ممكن فرصه هدف، وادي هدف فعلا 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 هدف جميل جميل جميل، الهدف الثالث لاحمد فتحي اللي لعب كره في الشوط الثاني، اللي اتحرك ودخل في نص الملعب ودريزيجيه جه مكانه عطاله الطمانينه. شيخ محمد يوسف بقى اللي متاخر، اللي ما قالش حاجه في الشوط الاول، اللي قاله ما بين الشوطين، اللي يحاسب على انه لم يحترم الخصم في هذا اللقاء. احمد فتحي يضيف هدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع، عشان يتقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف ويؤكد الثلاث نقاط ويفزع نادي سموحه. هل يفزع نادي سموحه؟ وانا يعني انا بسير نادي سموحه دلوقتي، انديه الاقاليم كل ما الاهلي والزمالك تقرب منها تفزع. حماده صدقي ومهندس فرج عامر هيفزعوا.